السحر ينقلب على الساحر، مقولة لطالما ترددت على أسماعنا لكنها أصبحت ظاهرة للعيان في قضية نهضة بركان. أزمة كبيرة داخل بيت النادي المغربي قبل سويعات من مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب المربع الذهبي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والسبب نظام المخزن الذي نسج خيوط مسرحية قذرة جعلت المدرب التونسي لبركان في قمة الغضب. معين الشعباني انفجر غضبا بسبب خرجة رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، متهما إياه بزعزعة استقراري الفريق وتشتيت تركيز لاعبيه بقضية الخريطة المزعومة. لقجع الذي حاول الدوس على قيم ومبادئ الدولة الجزائرية واللعب على الوطني الحساس بحكاية القمصان خرج يجر أديال الهزيمة، بل وجعل فريقه محصورا داخل رقعة المشاكل الداخلية التي ستهوى به أسفل السافلين في موقعة ملعب 5 جويلية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.